أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء اليوم الرابع من الأيام المحددة وفق الجدول الزمني الصادر عنها في شأن إجراءات ومواقيت الانتخابات الرئاسية للعام 2024. هذا وقد حضر فريد زهران أمام لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث قدم فريد زهران أوراق ترشحه. النهاردة احنا ختام اليوم الرابع للجنة تلقي أوراق الترشح، حضر في تمام الساعة 4:15 السيد محمد فريد سعد زهران طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وشهرته فريد زهران، وقدم طلب الترشح والمستندات المطلوبة مع طلب الترشح وأهمها 30 نموذج من التزكيات أعضاء مجلس النواب. وتم الانتهاء من أعمال اللجنة اليوم، وبالتالي في اليوم الرابع تقدم للجنة طلبين للترشح حتى الآن.